السلام عليكم، مرحبا بكم أصدقائي مع قناتكم تعلم الإنجليزية مع فارس. Learn English with فارس. Let's go، هيا بنا أصدقائي ونكمل في تعلم الإنجليزية. كما قد تكون لاحظتم أن قد وصلنا أن هذه الإنجليزية، أما أردت أن أقوله أن الإنجليزية التي نتعلمها هي الإنجليزية الخاصة بالعمل. نعم، عندما اخترنا الطريقة التي تعلم أو تعلم الإنجليزية التي عندما اخترنا ما هي الإنجليزية التي نريد تعلمها، اخترنا نتعلم الإنجليزية الخاصة بالعمل. فهيا بنا ننطلق. أكملنا من الأساسيات الأولى، والآن سوف نكمل الأساسيات الثانية إن شاء الله، وننتقل إلى العبارات. هيا بنا أصدقائي، أحضروا الكراس أو الكنش ونكمل إن شاء الله. أحضر الكراس والكنش والقلم، وهي بنا. الآن يقول لنا أي مما يلي كتاب. تعلمنا هذه شيلدرن، أظن نعم تعلمنا مان من قبل، رجال. مان رجال ورجل مان أيضا، ولكن الفرق في الكتابة، يعني يختلف الأمر في الكتابة. هذه منيو تعني قائمة طعام أو شيء مثل ذلك، ونجدها في المطاعم عادة. وهذه children تعني أطفال، جمع child. نعم، المفرد مفرد children هي child، it's child. والآن نبحث عن كلمة جديدة وهي book، a book، 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 book. كريرو ماي بوك. أصدقائي، هذه كلمتنا الجديدة بوك، تعني كتاب. الآن أي مما يلي قائمة الطعام؟ قلنا هذه قائمة الطعام. منيو هي الجريدة. نيوز بيبر كما تعلمناه في الحلقة السابقة على ما أذكر. منيو قائمة الطعام. It is a book. It is a book. نعم، هذه قد تكون كلمة جديدة. It قد تعلمنا he is a man، and وتعلمنا أيضا she is a girl. وهذا الضمير it هو الجديد، نستعمله لنعبر به عن الحيوانات والجمادات. هي قلنا نستعلمه أن نستعملها نعبر بها عن الذكور المفرد، وشي عن الإناث المفرد. والآن it لنقول he is a book. البوك جماد، أو البوك قلنا هو الكتاب، بوك هو الكتاب، ونعبر عنه ب it. لننتقل الآن إلى ترجمة هذه الجملة. It is a book. Is يعني بمعنى إنه يكون كتاب. Is هو verb to be كما قلنا، verb to be. عندما نستعمل it نقول is. It is a book. إنه كتاب. ملاحظة صغيرة، أنا نفسي أخطئ فيها، يعني نقول book بو بل book يعني ليست ضمة يعني كاملة مثل اللغة العربية. book وفي الحقيقة عندما تقول بوك أو بوك، الشخص المقابل أظنه يفهمك. ومهما تحاولت يعني تقليد المتكلم الفصيح بالإنجليزية، يعني المتكلم الطبيعي، يعني أصله إنجليزي يعني وتعلم وهو صاحب اللغة، فيعني أظن أنك لن تستطيع، يعني سوف يميزك، يعني سوف يبقى يميزك. ودليل ذلك قد يكون أنك مثلا عندما يأتي شخص يعني من قرية قريبة لكم، أو تكون أنت من المدينة وريف المدينة تاعكم، ريف مدينتكم، قد تكون هناك بعض اللهجات المختلفة، وأنكم تتكلمون يعني من نفس المدينة، قد تكونون يعني وتكلمون اللغة العربية، ولكن قد يحدث قد ولكنك تلاحظ يعني أنه
تلاحظ يعني ببعض كلمات أو ببعض الحروف تلاحظ أنه ليس يعني من مدينتك يعني. هذا ما أردت أن أقول يعني، رغم كل ما يعني رغم كل محاولة يعني تستطيع، رغم كل محاولة تقوم بها لتقليد نيتشر أو native speaker of English يعني المتكلم الفصيح باللغة العربية باللغة الإنجليزية أو لغته الأم، تكون لغته الأم هي الإنجليزية، سوف يبقى يميزك يعني. أظن أني قد أطلت في هذه النقطة، ولكن أنظر أرجو أن تكون الفكرة قد وصلت. وهي بأنكم أصدقائي. أوه قد نسيت، لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو إن كنتم تشاهدون من اليوتيوب، فلا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالصفحة إن كنتم تشاهدون على الفيسبوك. الآن يسألون أي مما لي أطفال، قد قلنا children هي أطفال. Children. مجموعة طفل. It is a girl. It is a girl. It is a girl. إنها فتاة. إنها بنت. نعم كما لاحظنا أنهم يقولون it is a girl أو يقولون she is a girl. كلتا العبارتين صحيحة يعني. هيا بنا. The girl reads the newspaper. The girl reads the newspaper. قلنا the تعني ال girl تعني بنت أو فتاة. الفتاة reads هذه كلمة جديدة. The newspaper هي الجريدة، الجريدة أو الصحيفة. فماذا تفعل حسب يعني حسب الظاهر لنقول أنها يعني أظن المعنى واضح يعني العبارة، هذا ما أردت أن أقوله. قد نستطيع أن نفهمه دون أن نحتاج يعني لمترجم يعني. reads على الأرجح تكون يعني يقرأ. reads أو تقرأ لأنها بنت تقرأ. فالآن كما تعلمنا سابقا أصل الفعل هو read، ولكن نضيف الاس عندما نستعمل السبجكت. السبجكت يعني الضمير، عندما نستعمل subject يكون الضمير يكون مع he أو she أو it. هذا it هي العبارة الجديدة. نضيف الاس في آخر الفعل، هذا في الحالات العادية لنقول يعني كمبتدئين لنقول هذا لنحفظ هذا يعني. نضيف الاس. وthe girl تمثل she، تعبر عنها she يعني. عندما تقول she reads أو تقول the girl reads نفس الشيء. فالآن نترجم هذه الجملة. الفتاة تقرأ الجريدة. أريد أن أسألكم وتتركوني. The boy has a newspaper. The boy has a newspaper. قبل أن نترجم هذه الجملة أريد أن أقول لكم، أريد أن أقول لكم كما قد تكونون لاحظتم أني قد أتفرع في بعض الأمور أو ما شابه ذلك. فإن كنتم قد تملون فأخبروني في تعليق أو ماذا تنصحون يعني، لأني عندما أتسع في الحديث لكي تزداد الفكرة وضوحا ولكي نتعلم أكثر يعني، ولا تكون الأمر يعني مختصر على الفائدة المتحصلة من طريقة تطبيق فقط، بل نريد أن ننفع ونفيد بعضنا أكثر فأكثر مما نتعلمه هنا وهناك. الآن ننتقل إلى هذه، ترجم هذه الجملة. The boy has a newspaper. The boy تعني الولد. Has a newspaper. Has هو الفعل الجديد. Has يعني بمعنى يملك. Has يمتلك أو لديه أو عنده، يعني تعود على الملكية. The boy has a newspaper. الverb من has هو have، to have. Has يعني لديه، الولد لديه جريدة. يوجد لدينا جريدة والجريدة، فما هي الصحيحة؟ هو لم يستعمل the newspaper. has the newspaper. the تعني ال، ليس لدينا ال، فهو استعمل a، فنترك جريدة فقط. الجريدة خاطئة. هذا يعني ملاحظة صغيرة، هي a. قلنا ال a، ال a هذه ال a أو ال n أو الآن. أنابل مثلا، أنابل.
تعبر لكي تكون الكلمة بمعنى أن الكلمة نكرة، هذا ما نسميه في اللغة العربية الفصحى نكرة، يعني ليست معرفة، ليست معرفة بالألف واللام. فهكذا تكون العبارة. هيا بنا. He has an apple. He has an apple. علينا أن نتبع أن علينا أن ندخل ما نستمعه. قد قالت he has an apple. He has an apple. He has an apple. He He ha has an an apple. apple. لديه تفاحة. ما معنى هذه الكلمة أو ما هذه العبارة؟ لديه تفاحة. he has يمتلك أو لديه أو عنده. لنقول لديه، هو لديه تفاحة. كما لاحظتم استعملنا أن أن الآن، لم نقل أن An. لم نقل أي أبل، قلنا أن أبل لأنها بعد الأي، لأن الكلمة أبل تبدأ بالحرف الأي، فلا نستعمل أي he has a apple، بل نستعمل an apple، نضيف الآن كي يلتقي الحرفان. يعني ليست قاعدة في جميع الحروف، ولكن نقول أنها خاصة في بعض الحروف Apple. apple. وكما لاحظتم أنها ليست معرفة في الترجمة، في المكتوبة في الأسفل، الترجمة التي مكتوبة بالأخضر، لديه تفاحة، ليست التفاحة. فتوسعنا قليلا لكي نستحضر ما تعلمناه، ولكي نطبقها أكثر، يعني لكي لا تكون المعلومة قد مررنا عليها مرة فقط ونكمل دون أن نتوسع فيها ودون أن نتذكرها. We have bread. We have bread. Have. هذا have لنقل أنه أخو has. قلنا الفعل نضيف له s. Have يعني لديه، يمتلك، عنده، يعني بمعنى لديه، عنده، لديه، يمتلك، به. قلنا have و has بنفس المعنى، ولكنه هو فعل، والفعل يختلف كما اتفقنا، الفعل يختلف تصريفه بين الضمائر، الضمائر تعني subject، بين subject، بين الضمائر، الفعل يختلف تصريفه بين الفعل، بين الضمائر، عذروني. الفعل يختلف تصريفه بين الضمائر. وقلنا القاعدة العامة هي أن تضيف s لآخر الفعل، ولكن في هذا الفعل to have لا نضيف s، بل إنها من القواعد الشاذة، وهي أن تتغير الكلمة وتصبح has، هكذا تحفظها بكل بساطة، وبكثرة الاستعمال يصبح الأمر يعني بديهي وأمر سهل. يعني قلنا we بمعنى نحن، bread تعني خبز، نحن لدينا خبز، هذه ترجمتها. باهي، ولكن نحن لدينا قد تكون ثقيلة العبارة، فنقول باختصار لدينا خبزا أو خبز، ما هي التي نستعملها؟ نقول خبزا. أظن كلتا العبارتين صحيحة. ترجم هذه الجملة. قائمة الطعام. The menu. The menu. Menu. أو منيو فقط، هيا فكروا قليلا. قلنا ذا ماذا تعني ال، وقائمة الطعام عندنا ليست قائمة الطعام، هو عند ب، لنقل لنكتب منيو فقط، صحيحة. يعني ذا منيو أو منيو كلتاهما صحيحة على ما يبدو. هيا بنا، إنه فخور بنا كالعادة. ترجم هذه الجملة. نحن أطفال. We children أطفال تعني children. Children. We children. هذه قد تكون يعني نحن بمعنى we أطفال بمعنى children، ولكن هذه الجملة لا توجد جملة في الإنجليزية على ما أذكر، على حسب علمي لا توجد جملة في الإنجليزية بدون فعل، فينقص هذه الجملة فعل، والفعل يعني في الاقتراحات التي لدينا فعلان فقط، has و are. أول شيء has يعني لا يمكن تصريفه مع we،
ولكن لنقل يعني أنه أعطانا أنه يمكن تصريفها مع وي subject وي. فتصبح الجملة بمعنى نحن لدينا أطفال، ليس نحن أطفال. فالعبارة الصحيحة هي we are، are بمعنى نحن نكون أطفال، children، children، we are children. We are children، هذه العبارة. أصبت، هيا بنا. نعم أكملنا الدرس. مكافأة إضافية. اليوم الرابع من الحماسة، هيا أكملوا أصدقائي ولا تيأسوا. فالمتفوزون والمتفوقون في الحياة هم الذين يستطيعون الاستمرار. وكما تلاحظون أن الأمر يعني لا، نحن لا ندرس الساعات الطويلة أو ما شابه ذلك، ولكن ندرس فقط في حدود 15 دقيقة في اليوم، بل حتى أقل يعني. فهيا نكمل، أو يبدو أننا قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. لقد وصلت إلى المستوى الأول في أساسيات الثاني. ضعف الجائزة، تابع تابع. لا شكرا، هذا جميل، لقد أكملنا المستوى هذا، المستوى الأول، الأساسيات الأولى والأساسيات الثانية، فالحمد لله أكملناها. فأصدقائي قد وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة إن كنتم تشاهدون من اليوتيوب، والإعجاب بالفيديو، واتركوا لنا تعليق، هل أعجبتكم هذه الحلقة؟ ما هو الذي تعلمتموه جديد؟ وإن كانت لديكم بعض التعليقات، بعض اقتراحات، فضعه في التعليقات، وإن لم يعجبكم الفيديو فانصحونا، سوف نكون مسرورين إذا قدمتم لنا النصيحة. فأصدقائي إن كنتم تشاهدون على الفيسبوك فلا تنسوا الاشتراك الإعجاب بصفحتنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم.